مرحبا بكم مشاهدينا في يوميات المونديال. على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انه غادي يوزع 209 مليون دولار على الاندية للاعبين ديالها غيشاركوا في كأس العالم 2022 بقطر. وصرحت الهيئة الدولية في بيان لها ان كل نادي غادي يستافد من حوالي 10000 دولار عن كل يوم اللي غيضل فيه احد لاعبيه مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2022، بما في ذلك ايام التحضيرات الرسمية. وحسب ما كشفت عنه الفيفا فإن التعويضات جاءت على الشكل الآتي: حوالي 180 ألف دولار في حالة المشاركة حتى نهاية دور المجموعات، و 220 ألف دولار حتى دور الثمن النهائي، ثم 280 ألف دولار حتى الربع النهائي، على ألا يزيد تعويض النادي على كل لاعب على 370 ألف دولار في باقي الأدوار. وكيمتلك فريق الوداد الرياضي الحق في المطالبة بالتعويضات عن مشاركة الثلاثي أحمد رضا التقناوتي، يحيى عطية الله، ويحيى جبران، بالإضافة إلى نسبته في مشاركة أشرف داري لاعب الفريق السابق والمنتقل إلى بريست الفرنسي في الميركاتو الصيفي الماضي. يشار إلى أن الفيفا وفر بوابة إلكترونية من أجل الأندية لكي تمتلك حق الحصول على التعويضات. نهاية الخبر، إلى اللقاء.